وعلى هامش الملتقى العربي الألماني أقيمت اليوم جلسة خاصة تحت عنوان التطور والتنمية المستدامة، حيث قدمت عدة جهات كويتية عروضا مختلفة تعكس رؤية الكويت 2035 والخطط التنموية الخمسمية لتحقيقها أو الخمسمية الخمسية لتحقيقها. إن زيادة حضرة صاحب السمو تكريسا لأهميتها سياسيا واقتصاديا، انطلق في العاصمة الألمانية برلين أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني 21 بتواجد متميز للكويت باعتبارها ضيف شرف الملتقى. حضور كويتي رفيع تشهده أروقة الملتقى يتمثل في سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووفد رسمي مرافق. بدأ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة في الكويت بتقديم خدماته التمويلية والتدريبية على أسس علمية مدروسة برأس مال يقارب 7 مليار دولار وبتسهيلات ائتمانية تصل إلى 80% من تكاليف المشروع. وفي اعتقادنا أن هذا الصندوق يجب أن يلعب دور الجسر ذو الاتجاهين في التعاون العلمي والتجاري بين البلدين. There are lots of German companies being involved in important projects. هناك العديد من الشركات الألمانية التي تعمل على مشاريع حيوية في الكويت، ونحن نريد أن نطور ونعمق هذه الشراكة لأننا نرى أن الكويت بلد آمن ومستقر ويعمل على استقرار المنطقة، ولدينا علاقات ثنائية جيدة جدا، وبالتالي نريد أن نشجع المستثمرين من كلا البلدين أن يستثمروا فيهما، ونؤمن أن التعاون الاقتصادي هو عامل استقرار مهم في المنطقة. جلسة خاصة عن الكويت تضمنتها أروقة الملتقى تحت عنوان التطور والتنمية المستدامة، قدمت فيها جهات كويتية عروضا مختلفة تعكس رؤية الكويت 2035 والخطط التنموية الخمسية لتحقيقها. تشعر مع نهاية هذا الملتقى بأن الدعوة للاستثمار في الكويت قد لا تكون مألوفة، ولكنها بالتأكيد جاذبة وواعدة وفي موعدها الصحيح، وهي تستند إلى رؤية تنموية واضحة عن الكويت 2035 ولا خطط خمسية متتابعة متكاملة تصل تكاليف المشاريع المدرجة في أولها إلى حوالي 116 مليون دولار. بلا شك الجمهورية الألمانية من لديها اقتصاد متين الأقوى في أوروبا، توطيد هذه العلاقات سوف يفيد الجانبين، الجانب الكويتي والجانب الألماني. هناك الكثير من الاستثمارات مختلفة داخل الجمهورية الألمانية المتحدة، وأيضا جانب التكنولوجي وكثير من النقاط ما تكلمنا فيه. هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية في الكويت وحضور سمو رئيس الوزراء لإلقاء كلمة، من المؤكد هذا يعطي أن هناك علاقة وطيدة وعلاقة قديمة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونجد بأن هذه العلاقة الاقتصادية التجارية المعرفية تعطي المردود الإيجابي لرجال الأعمال للقيام بالشراكات وكذلك إيجاد فرص العمل والتدريب وكذلك الوصول إلى زيادة في التبادل التجاري بين دولة الكويت وألمانيا. ويشارك في الملتقى أكثر من 60 شخصية اقتصادية كويتية من القطاع الخاص برئاسة غرفة التجارة والصناعة وعدد من أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء وممثلي الاتحادات النوعية ومجموعة من الشركات ذات التعامل الكبير مع ألمانيا الاتحادية. وبلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى دولة الكويت عام 2016 نحو 1.5 مليار يورو، ما يجعل ألمانيا خامس أكبر دولة مصدرة إلى الكويت. ترسل الكويت رسالة إلى العالم من هنا من العاصمة الألمانية، مفادها استقرار المناخ الاقتصادي فيها، ما يجعلها قبلة للاستثمار العالمي من خلال سياسات مالية مستدامة وشراكات طويلة الأمد. محمد حلمي، تلفزيون دولة الكويت، برلين.